بأجواءه الهادية والمليانة بمختلف أشكال الفن والإبداع، وضمن سلسلة المعارض يلي عم تقدم نخبة الفنانين الروس، استضاف غاليري الفنان التشكيلي مصطفى علي معرض للفنان كيريل أوفتشينكوف يلي يعتبر أول فنان روسي جمع بين الفن والتصميم. فهو بيرسم الزخارف والنقشات على الورق بإيديه لينقلهم على الأقمشة وغيرها من الأشياء البسيطة. أتيت بمعرض الفن إلى سوريا دمشق، وهو عبارة عن مجموعة من الأوشحة، الصحون، الحقائب والإكسسوارات المزخرفة. على الرغم من دراستي للفن الكلاسيكي، إلا أن اهتمامي الأكبر كان بابتكار أسلوب فني خاص بي. أحب أعمالي جميعها، لكن أكثرها قربا لقلبي هو هذا العمل الذي يسمى ليموريا، وهي كلمة فرنسية تعني الحب. وبرأيي الحب هو الذي سينقذ العالم. وجدت الجمهور السوري ودودا جدا، وما يميزهم هو استقبالهم الدافئ لضيوفهم. كيريل أسس علامة تجارية خاصة فيه بعام 2008 ليقدم أعماله يلي بتتميز بأسلوب فريد بيعتمد على الأساطير، والعمل على كل قطعة بياخد منه قرابة السنة الكاملة ليخرج بنتيجته النهائية. حيا الفنان، يعني كتجربة، يعني موظف الابتكارات الفنية تبعه اللي بيعملها كسكتش أو بيرسمها على الورق، بعدين بيحولها لطباعة، وطباعة ممكن يعني حرير وأقمشة ذات كواليتي جيدة تستخدم لاستخدامات مختلفة. ومثل ما شايفين يعني الألوان جميلة، الموضوع اللي عم يشتغل عليه كتير حلو، ميتولوجيا محلية يعني روسية أو انترناشونال عالمية، حتى في منها مستوحات من الشرق، بالإضافة للأشياء الثانية مثلا اللي موظفة أكثر، يلي هي مثلا فنجان القهوة أو فنجان الشاي، العلبة اللي بينحط فيها الصاغة. الحياة هي الظاهرة هي، يعني بدك تقولي مثل أسبوعين من النشاطات المستمرة مع أصدقائنا الروس. أول شيء هو خلق هذا الحوار الثقافي بيننا وبين الفنانين الروس والثقافة الروسية، وهن كمان بيتعرفوا على أوضاعنا، ونحن ممكن كمان نطلع لعندهم نعمل نشاطات فنية وثقافية هناك. فهذا بيخلق هاي الحالة الجميلة وبيحرض على الإبداع